احنا بنوجه التحيه الى كل اسران الابطال الاسير البطل وائل ابو شخدم الحسيني وشادي ابو شخدم الحسيني القابعين في السجون منذ 18 عام خلف القضبان. والدليل على انه درستهم انا من ضمن ابني اللي استلمت له 4 شهادات في يوم واحد. السجن مدرسة، في من استطاع انه يستغلها واستطاع انه يحصل على الشهادات العالية من شهادات الماجستير والدبلوم.